البورصة المصرية 3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانخفضت مؤشراتها بشكل جماعي. المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 انخفض بنسبة 30%، وصل لمستوى تحت مستوى 7500 نقطة، وده بيدفعه لمزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة. مستثمرين العرب والأجانب اتجهت تعاملاتهم نحو الشراء، وسجلوا صافي مشتريات بلغ 108 مليون جنيه تقريبا، والمستثمرين المصريين وصلوا اتجاههم نحو البيع. أرجع المحللين انخفاضات الأسبوع اللي فات بسبب تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، ولكنهم توقعوا أنه التأثير يكون محدود وعلى المدى القصير، لأنه في بلاد تانية شهدت تخفيض تصنيفها الائتماني زي السعودية والبحرين وعمان. تأثيرات اختفاء الطائرة المصرية المنكوبة هتظهر على تعاملات الأسبوع المقبل، واللي بدأت بالفعل منذ تعاملات يوم الخميس الماضي، واللي شهد خسائر حوالي 3 مليار جنيه، ومتوقع استمرار التأثيرات دي خلال جلسات الأسبوع اللي جاي، وهيستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 7100 نقطة تقريبا.